في مجمع فلسطين الطبي قسم جديد لقسطرة القلب تبرع به الشعب والحكومة البلجيكية التي شاركت بافتتاحه إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الشخصيات الرسمية. سنسعى في الحكومة لتطوير قطاع الصحة بما نستطيع وتوفير جميع الاحتياجات من خلال سواء الموازنة أو من خلال المساعدة الدولية. في هذه المناسبة أود أن أشكر نائب رئيس الوزراء البلجيكي على هذه اللفتة المهمة في مساعدتنا في إنشاء هذا المختبر للقسطرة. كما تعلمون الحكومة البلجيكية حتى الآن قدمت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية حتى الآن حوالي 215 مليون دولار في قطاعات الصحة والتعليم والمياه إلى آخره. القسم الجديد من شأنه أن يوفر من ميزانية السلطة المخصصة للتحويلات الطبية وأن يؤسس اللبنة الأولى في مجال طب القلب. هذا القسم الذي تبرعت به الحكومة البلجيكية والشعب البلجيكي والذين نشهرهم كثيرا سينقل نقلة نوعية في مجال طب القلب، وهذا بالتالي سيوفر على المواطن الفلسطيني الجهد والتعب، وكذلك سيخفف من فاتورة التحويلات التي هي الجرح النازف والتي ترهق ميزانية وزارة الصحة. أمهر الأطباء المختصين في أمراض القلب تم ضمهم إلى هذا القسم بحسب وزارة الصحة، خطوة قد تشجع على هذا الاختصاص وهذا النوع من الطب. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.